أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة التنابز بكلمة أن فلانا ليس سلفيا أو ليس من السلفيين، فهل هذه العبارة تعتبر تبديعا وعليه لا بد من إقامة الحجة عليه؟ والله أنا أحذر من التنابز هذا. الحمد لله أولاد المسلمين وطلاب العلم كلهم إن شاء الله على خير، وكلهم على عقيدة السلف، وإن كان عند بعضهم تقصير أو جهل فلا يخرج من السلفية، ولا يجوز هذا الكلام. هذا الكلام لا يجوز بين الإخوان وطلبة العلم وأولاد المسلمين وفي بلاد المسلمين، لا يجوز هذا الكلام. ويجب التناصح، إذا رأيت على أخيك ملاحظة تناصحه، أما أنك تمزه بأنه ليس من السلف ولا من السلفية، يمكن أنت ما تعرف السلفية بعد، يعني بعضهم يدعي السلفية وهو ما يعرفها، واللي ما يوافقه يقول ما هو بسلفي، وأنت لو تسأله عن السلفية وش معناها ما يدري. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.